وود والبالغ سعته 40,000 مقعد سيكون أول ملعب خاص بكأس العالم سيتم تفكيكه بالكامل بعد البطولة. ويمتاز هذا الملعب باستخدام حاويات الشحن البحري في تشييده وكذلك في إزالته، وهو بذلك يتطلب مواد بناء أقل وبالتالي تكلفة أقل. كما أن تصميمه الفريد سيخفض من النفايات في موقع الإنشاء، في حين أن ملعب البيت الذي سيستضيف 60,000 مشجع سيصبح بسعة 32,000 مقعد بعد المونديال. كما ستخفض الطاقة الاستيعابية لملاعب الوكرة والريان والمدينة التعليمية والثمامة من 40,000 مقعد إلى النصف تقريبا بعد انتهاء البطولة. وإضافة